طاهر محمد طاهر في التشكيل الاساسي لحد نهايه المباراه، وطاهر تحس كده انه، وحتى ده اللي كان بيجي لنا من تدريبات والمباريات الوديه، الراجل مقتنع بيه اقتناع كبير جدا لدرجه انه كان بيخليه كمان يقف على الضربات الثابته ويشوط ضربات ثابته. انت خدت بالك النهارده؟ فطاهر واضح انه الراجل هيعتمد عليه اعتماد كبير جدا. شايف انه طاهر يستحق هذا الاعتماد الكبير؟ والله بص، هو من السنه اللي فاتت حظه وحش الولد ده، انا بحبه طيب مقتنع بيه جدا، من اللعيبه اللي انا مقتنع بيها اساسا يعني. مجهوده عالي، بيلعب شمال ويمين، بيقدر يخترق، بيعمل التكمله كويس في ال 18. فانت اللعيب بيحتاج في اوقات كتيره ان هو يبقى عنده ثقه في نفسه، ان يحس ان انا المدير الفني دوت، انا وحش حلو هلعب. فهو الفتره ديت، ممكن الفتره ديت هو حاسس كده، فعشان كده بيأدي الاداء دوت. انا عجبني المباراه يعني النهارده، من احسن اللعيبه اللي كانت من الثلاثه اللي قدام، لانه بيكمل يعني بيهاجم كويس وبيدافع كويس وبيضغط كويس، يعني كان بيعمل حاجات كتيره قوي عجبتني في المباراه النهارده صراحه. وانت بتكلمني على الاسماء اللي هيجربها كتير او اللي بيلعبها كتير، والنهارده لعب كل الناس، تقول لي احمد عبد القادر وبرونو وسافيو وحسام حسن ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وبرستاو لما يرجع، كابتن حسن يتكلم في نفس القصه النهارده مع بعض الاصدقاء، كنا بنتكلم على اللعيبه اللي هتاخد الفتره اللي جايه والكلام ده كله. النهارده وانا بتكلم مع اصدقاء ساده محللين يعني، وقعوا اسم، وحضراتكم وقعتوا اسم تاني الشحات. اتنسى خلاص؟ مش اتنسى، لازم يديني بيسموها ايه، اماره مردود. زي طاهر النهارده. طاهر كان في الوابه برضو، كان في بالظبط مع زي هنادي كده، وكان مع حسين الشحات، كان هيطلع اعاره السنه اللي فاتت، كان هيطلع اعاره وكان بعيد. النهارده لا، على البدن بتاعه ابتدى يركز، ابتدى مفيد للفرقه. بالظبط. حسين الشحات لو رجع حتى بثلاث ارباع مستواه هيفرق معنا ده، انما لو رجع كوره وكورتين لا، او ثلاث كور لا، او يباصي لورا تاني لا. انا جايبك يا حسين عشان تروح لكريم تعدي منه بتاعتك. احمد عبد القادر هكذا، طاهر بيجري ويجري الفرقه وراه. فحسين مش وقع من الحسابات، يديني بس ماتشين اماره يرجع حسين الشحات، حسين الشحات لانه لعيب كويس.